بالنسبة للخضار ساعات بنعمل أي حاجة، طاجن خضار أو حلة يكون فيها الخضار، ممكن كمان الشوربة، ممكن الصوص، أي حاجة لقينا إن ملحها كان زايد. هنشوف دلوقتي مع بعض إزاي نقدر نحل الحكاية دي. عندنا هنا خضار مشكل في الصلصة بتاعته، ونفترض ان ملحه طلع زيادة. دلوقتي هنجيب بطاطس نكون مقطعينها كبير، مش عايزينها تبقى صغيرة، لان اغلب الناس هتشيل البطاطس الصغيرة دي تاني بعد ما تستوي. ممكن نخليها لو مقطعينها مكعبات صغيرة، ممكن نخلي البطاطس في الخضار. بنحط البطاطس في حلة الخضار أو الشوربة أو الصوص اللي احنا بنحضره، وغصبا عننا أو من غير ما ناخد بالنا حطينا ملح زيادة، وبنسيب البطاطس دي تتشرب الصوص المليان ملح زيادة. ممكن نزود عليها كمان شوية مية لو حبينا، ده برضو هيخفف من الملح، وطبعا البطاطس هتتشرب كتير من المية دي، فمش هيبقى يعني الخضار بتاعنا فيه مية زيادة. وبنسيبها على النار لحد البطاطس ما يستوي. البطاطس لما بيستوي بيمتص الصوص اللي فيه الملح الزيادة، وبكده نسبة الملح اللي فيه الخضار أو الشوربة أو الصوص بتاعنا بتقل، وما بيبقاش بوظنا الأكلة، محدش هياخد باله. نشيل البطاطس زي ما قلنا بعد ما يستوي، نشيل البطاطس لو احنا مش عايزينه، لو عايزين نخليه ويليق مع الأكلة اللي احنا عملناها زي مثلا الخضار المشكل ده، البطاطس هيبقى حلو معاه، ممكن نقطعها مكعبات ونخليه جوه من غير ما نرجع نشيله تاني. وبكده نكون خلصنا نصيحة النهاردة، يا رب تكون مفيدة.